قاعدة، خذوا قاعدة بسرعة. شرك الربوبية بوابة شرك الألوهية، شرك الربوبية بوابة شرك الألوهية. الصف اللي وراء معي ولا متم معي؟ سمعتم القاعدة؟ قرأ فهمتموها؟ من يقول إيه نعم؟ بندر، ها أنت من طلاب، أنت مرفوع عنكم القلم، قلم السؤال قصدي مو قلم التكليف. الشرك في الربوبية بوابة الشرك في الألوهية. يا الله، كيف؟ لماذا عبد الناس الشمس؟ لأنهم أضفوا عليها شيئا من صفات الله. لماذا عبدت البقرة؟ لأنهم أضفوا عليها شيئا من صفات الله. لماذا عبد الولي والصالح والقبر؟ لأنهم أضفوا عليه شيئا من صفات الله. لكن لماذا لم يعبد هذا المنديل؟ ما أضفي عليه، ما أضفي عليه شيء. فإذا هم لم يأتوا ويشركون في الألوهية هكذا، لا، لكن لما أشركوا في الربوبية قادهم شرك الربوبية في هذا المخلوق إلى عبادته من دون الله. فإذا أيهما أسبق وقوعا؟ أبي واحد بطل، أيهما أسبق وقوعا، شرك الربوبية ولا شرك الألوهية؟ أيهما أسبق وقوعا، شرك الربوبية ولا شرك الألوهية؟ ربوبية. الربوبية. هو ما عبد. وإذا مرة ثالثة. أيهما أسبق وقوعا، شرك الربوبية وقع قبل ثم أعقبه الألوهية، ولا وقع الألوهية أول ثم وقعت الربوبية؟ أكيد. الربوبية. من يقول الربوبية؟ تقول يا محمد، وأنت يا بندر، وأنت يا أخي، وأنت مصرين تقليدا ولا اجتهاد ولا معرفة؟ الربوبية معهم بس ولا فاهمينها؟ وش فاهم؟ وش فاهم؟ اضرب لي مثال، اضرب لي مثال على كون الربوبية مقدمة للألوهية. اضرب لي مثال على واحد من المعبودات، شمس، قمر، عباد، أولياء، كواكب، أي شيء. ما عبد الولي إلا إيش؟ إلا أنهم إيش؟ أحسنت. فأضفوا عليه شيئا من الربوبية فأشركوا ربوبية، ثم صرفوا له الصلاة، الزكاة، الحج، النذور، الدعاء، الذبح. متى فعلت هذه المخالفات الألوهية في الألوهية؟ متى فعلت؟ لما وقعت مخالفات الربوبية. ولذلك لا يعبد الإنسان شيئا إلا إذا اعتقد فيه شيئا من صفات الربوبية. فإذا أردت أن تجادل مشركا فلا تعطيه الأدلة الدالة على وحدانية الله ألوهية، لا، في بداية الأمر، لأن قلبه متشرب بهذا الولي الذي يعبده وأنه متصف بشيء من الربوبية. اقطع دابر شرك الربوبية فبمباشرة ينقطع دابر شرك الألوهية. ناقص في الربوبية بس، قال أنت تعبد ليه؟ قال لأنه والله يعني جت ذيك الحرمة مسكينة ما بعد زوجت، ومن يوم وقفت عند سيدي البدوي ولا قبر الحسين ولا ست زينب ولا العيدرس، على طول ما من يوم جت من عند قبره، وشو الخطاب يخبطون ذا الباب، يخبطوا ما عاد قدرنا نسقم ذا الخطاب. اصبر يا رب، اصبر، ان شاء الله ما عندنا الا بنت، وان شاء الله كلها بركه الشيخ. طيب، وهذه امراه ابطات ولادتها، فما ان جاءت واعتكفت ليله او ليلتين عند الست زينب الا والله اربعه في بطن واحد. مو أرنبين ذي، مو بس هم يسوقون هذه القصص، يسوي صحيح، هم يسوقون هذه القصص تسويق. وذاك الرجل مسكين طرق أبواب المؤسسات وكل يرده، ومع الشهادات عليا لكن كل يرده. فما أن جلس ليلة عند قبر سيدي أحمد البدوي إلا والله والمؤسسات أزعجت الهاتف والدنيا، وكل يتصل عليه، تعال حياك الله عندنا عندنا الله، خرابيط. فلذا يريدون أن يضفوا على هذا القبر إيش؟
نوع من لا مو نوع من التعظيم لا نوع من ايش الربوبيه الربوبيه حتى يفتن الناس بعبادته شفت فاذا اذا قيل لك اي الشركين وقع في العالم اولا فقل الربوبيه الربوبيه فمن اضله الشيطان في شيء من صفات الربوبيه فسوف يقع لزاما في شيء من الخلل الألوهي فإذا جئت تدعو مشركا فأول ما يجب عليك أن تقطع من قلبه علائق إيش الربوبية هذا الربوبية إذا نجحت فسيسلم مباشرة إذا نجحت بس أنك تبين أن ما يصرف له العبادة ليس إلها ولا ربا ولا يملك شيئا من صفات الألوهية أبدا ولذلك يا إخوان عندنا نوعان من الاستدلال في القرآن ما تبعد أنا بدي أقوم أنا ما بدي أقوم خلها في الدرس الثاني ابعدوا عني هذا قلت لكم ما تحطوا مصر قدامي لاني بقوم احيانا اسال الطالب قدامه واختار من نفسي لان في ناس تزور الاعمده لازم اشوفهم فالقران يثبت ربوبيه الوهيه الله انتبهوا القران يثبت الوهيه الله احسنت بماذا باثبات صفات الربوبيه له وينفي عبادة ما سوى الله بسلب صفات الربوبية عنه فإذا أردت أن تقنع الناس بأن الله واحد في ألوهيته فأقنعهم أولا بأنه واحد في ماذا ربوبية. في ربوبيته وإذا أردت أن تبطل عبادة غير الله فأقنع الناس أن ما يعبدونه لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر ولا يغني عنهم شيئا ولا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمرض آيات كثيرة في القرآن إذا أراد الله أن يثبت ألوهيته جعل طريق إثبات الألوهية إثبات الربوبية مثال واحد فقط يا أيها الناس اعبدوا هذا ألوهية ربكم ربوبية الذي خلقكم ربوبية والذين من قبلكم ربوبية لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا ربوبية والسماء بناء ربوبية وأنزل لكم من السماء ماء ربوبية فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ربوبية ثم فلا تجعل إذن استدل على ألوهيته بربوبيته نفس المنهج الرباني إذا عبد غيره فيستدل على عابديه بإيش بسلب صفات الربوبية كقول الله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم هذا سلب صفة من صفات الربوبية وهم لهم جند محضرون أيضا هذا سلب صفة من صفات الربوبية يقول الله عز وجل أيها المغفلون أنتم تعبدون آلهة تطلبون أن تنصركم في الحروب وهي عاجزة عن نصركم إذ لا تستطيع أن تنصركم فيما لو هجم عليكم العدو بل هي محتاجة لكم أن تكونوا جنودا حولها لتحموها أصلا ممن أرادها بالسوء وهم لهم جند محضرون وهم أي المشركون لهم أي للأصنام جند محضرون أي يحمونها ممن أرادها بالسوء ولذلك لما ذهب جندها في عيد النيروز في عهد إبراهيم دخل إبراهيم فكسرها ما في صنم قال يا ابراهيم يا اخي ازعجتنا انت كل شويه جايب فاسك وجاي تخوفنا انت يعني يا ابراهيم جايب فاسك وتكسر الاصنام خير يا اخي ما في احد دافع عن نفسه ولا في احد تكلم بل لما جاءوا يقرروا من فعل هذا بآلهتنا ما في صنم قال شوف ابراهيم رحتوا عنا وجاب دخل علينا وسوى ابنا كذا ما في احد سوى فاذا اثبت الله لهم انها الهه ما تملك شيء من خصائص ايش ربوبيه طيب كيف تعبدونها يا جهلة وما تملك شيء قال الله عز وجل في آيات كثيرة والله بس لا نريد الإطالة فيها أقصد آيات كثيرة لكن لا نريد الإطالة فيها مثل قول الله عز وجل مثلا عن إبراهيم يا أبتي لما تعبد إيش أراد أن يبطل عبادته الآن ها ما لا يسمع هذا سلب خصيصة من خصائص الربوبية اللي ما يسمع ما يصلح يسأل الله اللي ما يسمع ما يصلح يسأل رب وإذا لم يصلح أن يكون ربا فلا يصلح أن يكون إلها ولا يبصر أعمى هذا ما يصلح أن يسأل رب الأعمى لا يكون ربا الرب لابد أن يسمع ويبصر ولذلك استدل الله عز وجل على ربوبيته بسمعه وبصره قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فأثبت ألوهيته بالسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا جماعة هذا منهج قرآني عظيم جدا فإذا أردت أن تثبت عند أحد ألوهية الله فازرع في قلوبهم ربوبيته وإذا أردت أن تبطل ألوهية غير الله فأخرج من قلوبهم
ربوبية معبودهم هذا. فهمتم هذا؟ نعم شيخ. ولا ما فهمتموه؟ الأخ سؤال، أيهما أسبق، توحيد الشرك في الربوبية ولا الشرك في الألوهية؟ وعلل لما تذكر بما لا يقل عن ثلاثة أسطر. ايش؟ الربوبية أسبق. أيهما أسبق، الربوبية ولا الألوهية؟ الربوبية أسبق. أسبق أي الربوبية أسبق. مصر يعني؟ أحسنت، ممتاز يا ولدي، كويس، لأنه لو كان عنده هذا أنا شك تراجع، بس لما لم يتراجع دل ذلك على رسوخ المعلومة. أحسنت. ها طيب، إذا أردت، إذا أراد القرآن أن يثبت ألوهية الله فما الطريق؟ أن يثبت ألوهية الله فما الطريق؟ نعم، يذكر صفاته، صفات ربوبيته. وإذا أراد القرآن أن يبطل عبادة غيره فما الطريق؟ ممتاز يا ولدي، شو اسمك انت؟ شكرا يا استاذ عبد العزيز، جابة جميلة، متابعة رائعة. صب لعبد العزيز قهوة، صب لوحده فقط.